خلي بالك احنا موفمنت، موفمنت دي يعني مفيش حد بينضم، القصة مش انضمام، القصة ان انت تمتلك فكرة العالم يحتاج الاب وتطبقها في بيتك. وانا لما ابتديتها اتحمست بيها جدا، ابتديتها مع مراتي وبعدين ابتديت مع اصحابي اقول لهم تعالوا يا جماعه البيت عندي عايز احكي لكم على كام حاجه، ابتديت اقول لكم انا اتعلمت كذا كذا، انا تعرفت بكاسي كارستنز مؤسس الحركه، الحركه دي عالميه مش في مصر، الحركه دي في اكتر من 101 دوله، ابتدت في جنوب افريقيا ودلوقتي في بلاد كتيره جدا. قلت لهم تعالى اقول لكم ان الابوه دي طلعت حاجه مش سهله، تعالوا نتعلم مع بعض. وبعدها قلنا طب ايه ده، طب ما تيجي، لان في اخر التدريب بتاعنا بيبقى فيه ازاي ان انت تعيش من اجل هدف، صح، ازاي ان انت تبتدي السعادة الحقيقية. بص أقول لك على حاجة، يعني يمكن لو في حاجة نفسي أطلع منها من برنامج ده أن أنا أقولها للسادة المشاهدين، سعادتك الحقيقية ونجاحك الحقيقي في الحياة مش هتعرف توصله غير أما تبقى مؤثر في الناس اللي حواليك. طبعا اشتغل زي ما أنت عايز، طبعا استثمر في نفسك، ده شيء عظيم جدا، مش ده اللي هيبهجك، مش هو ده اللي هيدي لك نجاح في الحياة، ومش تحس أن أنت عشت حياة تستحق أن تعيش إلا لو ابتديت تأثر في الناس اللي حواليك. فابتديت بصحابي وابتدينا ناس تبتدي تنضم اللي هي تقول لا انا عايزين ابقى، لان كل واحد ممكن يبقى عنده شغف على قضيه معينه، احنا كنا شغوفين في حته الاولاد، نفسنا ان هم يطلعوا اسوياء، فتجمعنا مع بعض وابتدينا ان احنا ندرب الاباء والامهات مع بعض. يوم 15 و16 ديسمبر افتكر اللي يتابع الصفحه العالم يحتاج الى اب على الفيسبوك يكتب العالم يحتاج الى اب، هيلاقي ان احنا عندنا اوريدي مؤتمر يومين جمعه وسبت في تقريبا 11 محاضره بنتكلم فيها، بيبقى زي ملخص للتدريب. زي ما قلت لك انا عايز اشعل الشغف، بس انا مش بيبي ستر. يعني ايه مش بيبي ستر؟ يعني مفيش حد هيجي لي واقعد بقى معايا وتعالى اعلمك وادربك، لا، انت لو الحماس اشتغلت عندك في ناس كتير قوي بتعلمك عن التربيه الايجابيه، ازاي تتعامل مع ابنك، ازاي تتعامل مع مراتك، ازاي، بس من خلال بقى متخصصين. متخصص طبعا، لا اصل لازم يبقى حد كلنا دارسين، مفيش حد بيطلع يدي محاضره غير وان كان محاضره للاباء يعني والامهات مهندس ولا للاباء والامهات. اه انا انا مهندس، بس انا درست كتير جدا، درست في المشوره، درست ازاي ان انا كوتش، درست عن الابوه، فاخدت الشهاده اللي هي سيرتيفايد فاذرهود منتور او مرشد ابوي معتمد، ان انا اقدر اقعد مع الاب واقول له بص انت ابنك محتاج منك كذا وكذا وكذا، انت ابنك محتاج منك كذا، من الكلام. بس بتقعد مع الابن والاب ولا بتقعد مع الاب بس؟ لا، بقعد مع الاب بسمع منه وبعدين بقعد مع الابن. أوه. اسمع منه وبعدين اقول له بص من كلامي مع، لان ساعات الاب بيبقى مش شايف الصوره صح، والاكتر بقى اللي بتنقلها صح هي الام. يعني لما بقعد مع الام هي بتبقى يعني عندها كل المعلومات، صح، من الاب ومن الابن، هي شايفه فبتنقل الحقيقه. فلما بقعد مع الاب والام لا بيديني صوره كويسه. على فكره ابنك محتاج امان عاطفي. يعني ايه؟ يعني انت بتحبه محبه مشروطه، انت محتاج ان انت تحسسه ان انت قابله كده كده، جاب سي، جاب ايه، جاب 90%، جاب 50%، انت لازم تحسسه بالامان العاطفي. وهو ابنك بالذات ممكن يبقى مثلا الطريقه التواصل معاه او لغه الحب بتاعته هي كذا، فادي له وقت قيم، قضي معاه، ادي له كلمات تشجيع، هات له هدايا كده كل فين ومين، فاجئه بحاجات عشان تقدر ان انت تتواصل. طيب حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا وهي قضي مع ابنك وقت، دي اهم حاجه. طيب نفترض اب مسافر بره مصر بيشتغل بره، ما بيقدرش ان هو يشوف ولاده، او بيشتغل مثلا هو في مصر بس هو ولاده في محافظه وهو في محافظه ثانيه، بيشوفه مثلا كل اسبوع ولا كل اسبوعين، اقدر ازاي ان انا ما بقاش مقصره؟ لان دايما زي ما انا قلت في الانترو ان الاب مش اي تي ام، الاب مش فلوس بس، لا، الاب ليه دور زي الام. المفروض الاب اللي بيشتغل بره البلاد او بره في محافظه ثانيه، المفروض انا عشان اطلع ابني سليم وسوي نفسه المفروض ان انا اعمل ايه؟ طيب خليني اقول لك على حاجه هتزعل الناس شويه، بس ده معتقدنا او معتقدي انا الشخصي. طيب هكلمك على فكره الشغل واكلمك على فكره الانفصال. انا بحس انه مش من حق اي شخص او اي راجل او اي ست ان اول حاجه تبقى بالنسبه لهم الانفصال لو هم خلفوا، لانه انت بتقول بصوره غير مباشره انا عايز ابني اللي يدفع الثمن او ابني اللي هيدفع، وما تضحكش على نفسك، هو ابنك اللي هيدفع الثمن. انت مسؤول عن اختيارك وانت مسؤول عن اختيارك. مش بتكلم في الحالات ال 20% اللي هي فيها اهانه ونرجسيه وتحرش وضرب، اللي هي الحالات لابد منها ان الموضوع يوصل للطلاق، احسن للعيال ان يتطلق. بس احنا دايما ايه لما ننفصل نقول نحط نفسنا في ال 20% دي، لا، 80% بيبقى عدم وعي، عدم نضوج، بيبقى انانيه، بتبقى اعجبت بواحده تانية، بيبقى يعني بتبقى فعلا بيسموه خلل في الادراك، اللي هو الشغف ده بيسموه حبيت واحده تانية فلا اصل انا بطلت احب دي. على فكره بطلت تحبها ولا ما تحبهاش دي مش قضيتنا، انت عندك طفل هيدفع الثمن.
وانت مش من حقك تعمل كده. فنفسي اقول لكل راجل بيفكر انه ينفصل او ست بتفكر انها تنفصل لاسباب بينها وبين نفسها عارفه ان هي يعني ممكن تشتغل عليها، ارجوكي عالجي او عالج العلاقه اللي ما بينك، لانه الزواج ده هو الطفل البكر، اشتغل عليه ما تسيبوش يموت. ممكن الزواج يمرض، ممكن ان هو يعيا، بس ما تسيبش الجواز يموت. من حيث الشغل انا بحس انه كل واحد بيتطلع قوي لان هو يشوف اكبر كسب مادي او عائد مادي، فافتكر ان انا ما عنديش اجابه شامله لده. انا ما بحبش الناس اللي بتسافر وتسيب عيالها، لان في الاخر انت هتروح تجيب لهم فلوس وكل حاجه، ستي نفسك بتصرف الفلوس دي بعد ما يكبروا 18 19 سنه في علاجهم النفسي بقى، في اخراجهم من الادمان، في ما نعرفش بقى وانت مش موجود ايه اللي هيحصل. انت بتسيبهم بتاخد ريسك عالي، بتاخد مخاطره عاليه جدا، بس كلمهم كل يوم على التليفون، الوسائل التواصل بقت كثيره جدا، اعرف اخبارهم وتابعها صبح وليل. دي اقل حاجه تقدر تعملها لهم لو انت مسافر يعني، ودي احلى